ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير دايما. معاكم جو من قناه كرش بوي، ومعايا حبيب قلبي عم الزويخه حبيبي يا كيرو جو، منورني. بنورك يا غالي. كل رمضان كريم يا جماعة. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وحلقه جديده في السلسله الرمضانيه من الحلويات اللي هتنزل لكم يوم الجمعه. في حاجه عايز اقولها هنا بقى، انتوا في ناس كتير طلبت مني انزل فيديو الساعه 10، ولما نزلته الساعه 10 في ناس اعترضت وقالت رجعوا الميعاد القديم يا جو، ولما كنت بنزله في ميعاده القديم الناس قالت يا جو نزل فيديو في ميعاد تاني. فانا بقى ايه، قررت ان انا هنقسم البلد نصين، في النص هنزل لكم الفيديو امتى؟ بعد كده في رمضان الساعه 5 قبل الفطار بساعه تقريبا، اللي هو ايه، على بال ما تخلصوا الفيديو يكون الاكل بيحضر، تروحوا واكلين على طول بعد الفيديو، او ممكن تستنوا انتم نص ساعه وتتفرجوا على الفيديو وانتم بتاكلوا، علشان نبقى راضينا جميع الاطراف، عشان انا مش عايز حد يزعل مني بعد اذنكم. ربنا ما يجيبش زعل يا جو. طيب خدوا بالكم، احنا بنطور في الكاميرا، في كاميرا جديده بنصور بيها، الاضاءه بنجيب اضاءات جديده لسه زياده على الاضاءات اللي كنا لسه جايبينها، هتلاحظوها المفروض ان شاء الله في الفيديو. في عظمه في الفيديوهات اللي فاتت واللي جايه، هتدمر الدنيا. خدوا بالكم عشان جو وكيرو قادمين بقوه. من النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه، انا الحكومه. خدوا بالكم، كفايه على المقدمه بقى، بس بقى يلا بس. بينا نشوف جايبين ايه النهارده. وهقول لهم حاجه حلوه برضه، طيب. الناس اللي كانت طالبه فيديو كل يوم، احنا هنبتدي معاكم من بعد رمضان باذنك يا رب، باذنك يا رب. انا وكيرو ان شاء الله هنحاول ان احنا ننزل مش فيديوهين في الاسبوع، حاجه حصريه ليكوا. هو احنا لسه في نص رمضان ولا في بعدنا النص؟ هيبقى 4 حلقات اسبوعيا، ولو دعمتونا كويس في اللايكات والفيوهات والشيرات ممكن باذنك يا رب نوصل ل7 فيديوهات في الاسبوع، يعني فيديو يومي. ده هيعتمد عليكم انتوا. حتى المخرج بيبص لي من ورا الكاميرا اول مره يسمع الكلام ده، عشان هو صديقي الانتيم. تعبتني معاك بيقول. طيب خلاص، هنجيب النهارده يا عم كوكو. النهارده هنجيب اتسباس. انا كنت بتريق وعمال اقول له النهارده جايب لك اتسباس. طيب نجيب اتسباس يا جماعه، معانا اتسباس النهارده، جبنا منه، احنا طلعنا عينيهم. احكي لهم كيرو انا عملت ايه. جور مسك الراجل، عايز 2 من دي، عايز 2 من دي. الراجل بيقول له اقل حاجه ربع، يقول له انا عايز 2 من دي. وفعلا عملت كده، جبت طبق واحد فيه حوالي 15 نوع. يعني الراجل كرهني بصراحه، بس بجد شكرا ليهم جدا على تعاونهم معانا. ستوب فريندلي يا جماعه، يلا بينا. وقبل يلا بينا، عايزين 20,000 لايك يا جماعه، والشير بقى، عايز شير على قد ما تقدر. بعد اذنكم الشير الجميل بتاعكم، هنجيب الحاجه وراجعين لكم على طول. قبل ما نجيب لكم الحاجه، بس المخرج كان عمال يضحك عليا ليه؟ عشان انا بقول لكم 7 فيديوهات في الاسبوع، فقال لي هم دول 7 يا جو. انا اسف جدا، 7 فيديوهات في الاسبوع. قبل ما نجيب لكم الحاجه، يلا بينا. وانا كده انا جننت، يلا والله انا طلعت فيديو هايبر. طيب انا مبسوط طبعا عشان فيديو حلويات، واحنا بنعشق الحلويات، بس احنا مقصرين جدا في حقها. يلا بينا نفتح ونوري. لا هنفتحهم احنا مع نفسنا ونظبطهم خلاص، ونرجع لكم تاني. وبعد اذنكم ال 20,000 لايك لغايه ما نرجع لكم. ودلوقتي رجعنا لكم مع اول اختراع من عم تسبس، وهي رواني بالبلح. زي ما انتم شايفين كده، انا مش عارف ايه رواني دي اساسا، يعني اخري اعرف سمنه روابي. اتفضل دوق يا باشا ب 30 جنيه. يلا يلا بينا. احنا ما جبناش اطباق، هندوق دي معلش، وهنجيب طبقين تحتينا معلش. انا اسف ان في اول ايتم ما جبناش طبقين. تعالى ندوق عم الرواني. فيها قرفه مخليه طعمها جميل قوي، طعم البلح حلو. كيكه الرواني مشربه شربات كده محلياها. انت دوقت القرفه دي فين؟ دوق وانت تعرف دوقتها فين. لا ازاي والله ما فيها قرفه، انا ما في، لا شربات سيرب وزي مربى كده، ومن تحت الكريمه وحته بسبوسه من تحت، بس مفيش قرفه والله. لا فيها قرفه. انت يبقى انت بقى كنت واكل حاجه فيها قرفه. هندوق الولد المخرج اللي ورا الكاميرا علشان اقول لكم مين فينا اللي صح. ماشي، دوقنا عم المخرج. للاسف هو متفق معايا، سامحني. مفيش قرفه، بس مفيش قرفه يا جماعه، مفيش القرفه حاجه قويه معروفه. اضطر ان اقول مفيش قرفه، بس انا طعمها جوه. طيب ما فيهاش قرفه. وفي نقطه تانية، اللي تحت مش بسبوسه، اللي تحت كيكه، فدي برضو عشان انا قلت لكم في بسبوسه، لا اللي تحت دي كيكه، بس عشان شاربه كميه السيرب العسل فانا افتكرتها بسبوسه. تديها كام يا عم كوكو؟ 8 من 10. حلو. انا بصراحه بالنسبه لسعرها، خد بالك انت نسيت كمان، انت نسيت نولا عمل فينا ايه قبل كده.
انا بالنسبه لي لا اديها 9 من 10 حلوه جدا، جربوها ب 30 جنيه بصراحه عظمه يعني، وبعدين حجمها كويس فهتكيفك. هنخش بايه بعد كده يا عم كوكو؟ نخش بالطبق الكبير ولا لا؟ خلينا في الصغير. طب هنخش بحاجه صغيره وبعدين طبق كبير وبعدين حاجه صغيره. اعملوا لايك لغايه ما نرجع لكم. وتاني حاجه معانا النهارده يا جماعه دي بسبوسه تشيز كيك، وزي ما انتم شايفين كده بسبوسه كتير جدا على الوش وكراميل ولوز مجروش، وتحت المفروض تشيز كيك. ده لوز ولا عين جمل؟ والله لوز. هنشوف هندوق ونشوف. هو ماشي. عشان مقطعينه فاحنا مش فاهمين. يلا جو. يلا هبتدي انا المره دي، حته كراميل مع حته تشيز كيك مع حته بسبوسه. يلا بينا ندوق. هي فين التشيز كيك؟ انا هدوق التشيز كيك دي لوحدها لان دي مع حساسه كريمه. كيرو هياكد حالا. انا هدوق الابيض ده بس. فيها حضوريه. فيها لوحدها. يعني لوحدها هي مش تشيز كيك طبعا حقيقيه عشان ما نضحكش مع بعض، هي كريمه وفيها حته الصور من السنه او صور الملوحه سنه، وتحت فيه بسكوت بس مع البسبوسه. مش هتحس بطعم التشيز خالص. البسبوسه هي اللي كسبانه جدا. بسبوسه مع الكراميل. ايوه التشيز كيك هي كسبانه. فانا شايفها بسبوسه بالكراميل مش تشيز كيك. فانا اللي فاتت بالنسبه لي احلى بصراحه. دي هديها مش وحشه طبعا، هديها 7 من 10. انا هتفق مع جو في 7. انا كنت هديها 7 من 8. تمام. نخش على الطبق يا باشا. نخش على الطبق. الطبق ده بتاع 15 حاجه هنقعد نذاكرهم ونرجع لكم على طول. نقول ان اللي فوق عليها دي مش حاجه واحده اساسا، ده هما جرشين مكسرات بقى، لوز على فستق على بندق على عين جمل. فاحنا دوقنا كل حاجه لوحدها فعلا مشكل مكسرات. مظبوط. يلا بينا نخش بالطبق على طول كده غير ما نقطع. طيب زي ما انتم شايفين ده طبق فيه من خيرات ربنا حوالي 15 17 صنف. ده وزنه 550 جرام ب 147 جنيه. اي يد عندك؟ و13 قرش. احنا نفخناهم. احنا المفروض الحاجه من دول اقل حاجه ناخد ربع كيلو. خلاص بقى يا جو، خدنا من كل حاجه قطعتين بس. طيب يلا قول لنا هنبتدي بايه يا عم كيرو. هنراجع الاول اسامي الحاجات. معلش. طيب احنا بقالنا ساعه تقريبا بنذاكر ومش عارفين نحفظهم. هنبتدي باول حاجه اسمها مشط لوز سواري. هذا هو. تمام. ده كيلو بتاعها بكام ده يا عم جو؟ ده الكيلو بتاعها ب 238 جنيه. انا مذاكر. الله ينور. دي الكيلو منها ب 238 جنيه. يلا يا عم كيرو. يلا بينا. عايز عسل. محتاجه عسل قوي. طيب انا بالنسبه لي حلوه لان انا ما بحبش الحاجه يبقى فيها شربات كتير. اللوز بتاعها محمص او يعني متحمص كده، طعمه جميل جدا فعجبتني. اللوز عادي جدا محمص. هي مش واخده شربات خالص، قليل جدا. فحسيت ان انا يعني باكل حته لوز كده بقشره لب. فانا لا انا ما بسطتنيش. مش هندي ارقام طبعا يعني. انا ما بسطتنيش. بسطت كيرو. طيب. يلا تاني حاجه سينيورا سبيشال. دي شكلها تحفه. دي بالفستق. منظرها جميل جدا يا جماعه. ومن بره جلاش وفستق. يلا بينا نتذوق. دي سعر الكيلو بتاعها عشان كيرو مش هيقول لكم اي حاجه. 346 جنيه سعر الكيلو من هذا الشيء الجميل. يلا بينا ندوق. يلا بينا. عشرة. دي اي نعم السكر فيها كتير بس ما ضايقنيش الصراحه وعجبتني بره. طب بتدوب في البق وطعم الفستق تحفه. دي هتبقى غالبا والله اعلم اقوى حاجه في الطبق ده كله. افتكروا اسمها كتيره جايه سينيورا سبيشال. خدوا بالكم مش حاسس ان في حاجه هتعلي عليها. هنخش بعد كده ببقلاوه ورده شوكولاته. دي سعر الكيلو منها 315 جنيه. في النص ما بين الاولى والثانيه نسبه السكر قليله قوي. دي يعني فيها طعم كده افتر تيست مش عاجبني. عاجبني انا الافتر تيست عشان لسه جاي لي دلوقتي. حلو قوي. طعم ايه؟ القرمشه والتسويه الزياده بتاعت الجلاش فعجبتني بصراحه. لا يعني لا دي تاني حاجه معايا. لا عجبتني الافتر تيست ده عجبني انا قوي. ما عجبتنيش انا الصراحه. خش باللي بعد كده. نخش بقى اللي بعده. ودي وربات كاجو شوكولاته.
سعر الكيلو 228 جندي، عبارة عن جلاش وجواه كاجو ما شاء الله، كمية كاجو فظيعة وشوكولاتة. يلا بينا يا عم كوبا. يلا بينا. طيب هنا خدنا أطمة ما فهمناش، خدنا التانية ما فهمناش، خلصناها ما فهمناش. هو طعم جلاش بسكر، لا حسينا بطعم الكاجو، او انا ذات نفسي ما حسيتش بطعم الكاجو ولا بطعم الشوكولاته. ما فيش غير الجلاش بالسكر او بالسيرب العسل بس، فدي بالنسبه لي ما جاتش، ما مش مفهومه يعني، مش مفهومه. ودلوقتي معانا البقلاوه بالفستق، ودي سعر الكيلو 280 جنيه. يلا بينا ندوق. عايزه سكر يا جماعه، ناشفه قوي، ناشفه قوي، شكلها تعجب كيرو. انا برضو دي بالنسبه لي ما جاتش. ايه ما عجبتكش اخيرا؟ مش حلوه، مش هكملها. وفي افتر تيست بقى هنا وحش جدا. اللي بعد كده جو لسه بيذاكر يا جماعه. انا بذاكر لك عشان لو نسيت السعر هقول. دي بقلاوة لوتس وسعرها 248، وزي ما انتم شايفين كده قطع بقلاوة كبيره عليها لوتس وكراميل ووايت شوكليت وبعضا من بسكوت اللوتس عشان كيرو بينسى دايما. اي السعر نسي المكونات. يلا بينا ندوق. ما تطروها علينا، ربنا يطريها عليكم. لا طب دي حلوه، حلوه يا جماعه. هندوق الناس اللي ورا الكاميرا عشان بقى عندنا اتنين ورا الكاميرا، صاصة والمخرج. الطرفين اللي ورا الكاميرا رضونا احنا الاثنين، قال لك هي ناشفه بس مش وحشه، يعني حلوه بس ناشفه. فيعني الحاجتين بتوعنا وكيرو اللي بنتكلم عنها هنعديها، هنعديها ماشي عشان خاطر الناس نعديها. نخش بقى برموش الست. يلا بينا ندوق رموش الست يا عم كيرو. يلا بينا. هنا ساسكت قليلا، هنا ساسكت قليلا. حلوه. تاني عشرة من عشرة اخيرا. خدني لحنانك، خدني يا عم اسمكين توامينا بالنقل سيبار. عم بخ، عم بخ. جميلة. في انغام بتلعب في بقك كده بتدوب. ممتاز. دي رقم واحد النهاردة. خطفتني. والسينيورا الاسبيشال. تيجي وراها. دي خطفتني. دي برضه خطفتني. لا 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 دي خطفتني اكتر بكتير. الدوبان اللي جوه ده. قول لنا هنخش بيه يا عم كيرو. كل واشكر. يلا يا رب ما تبقاش ناشفه. كل واشكر. هذا هو بعض من الجلاش، والمفروض يبقى مسكر وجواه اي حاجه مكسرات. حلو. ايوه بقى مظبوطه، كل حاجه مظبوطه. وسمنه بلدي بقى من جوه، بتحس بطعم السمنه في بقك. هو ده الجلاش، هو ده الحاجات اللي فيها الجلاش. وكل وشكر دي سعر الكيلو منها عشان نسينا نقوله ب 238 جنيه. هنخش دلوقتي ببقلاوة اوريو، ودي سعرها 158 جنيه. مظبوط. لطيف السعر، يعني من الاسعار القليلة زي ما انتم شايفين كده. عليها قطعة اوريو جميلة بصراحة، وعليها وايت شوكلت ودارك شوكلت. يلا بينا نتذوق. مش واو ومش وحشة، يعني دي اكتر حاجة عادي، يعني مش متضايق منها ولا مبسوط منها. ناشفة. ناشفة؟ لا يا عم حرام عليك. نخش بقى على الكنافة الاساور، دي بالفستق، ودي سعرها 357 جنيه. كتير جدا، كتير جدا. مش عارف يعني. يلا بينا، احنا الحمد لله جبنا حتتين بس، يعني مش هنقدر نجيب منها ربع كيلو دي. يلا بينا ندوق. عندهم مشكلة في ان الحاجة مش واخدة الشربات بتاعها. طيب دي يا جماعة ناشفة جدا، طعم الفستق مش باين، عجبتنيش. مش هتكلم عشان لو هتكلم، لان انا استعملت كتير قوي موضوع الحاجات الناشفة دي، دي هنشوفهم كمان. ف شكرا يا عم تسبس. ومش هاكل الجلاش ده، الكنافة دي مش هاكلها عشان هتبقى في دعايق. دي كنافة بس. لا يا عم انا دي عارف ندوقها نشوفها تبقى حلوه ولا لا. دوقها انت، انا عارف انها هتبقى ناشفه، شكلها باين قوي. ماشي انا بقى. طيب هندوق دلوقتي عم جلاش بالنوتيلا، سعره
220 جنيه للكيلو. يلا بينا نتذوق. يلا بينا. شكلها حلو. الحاجة والله العظيم بتبان من شكلها. انا حسيت انها هتخش تدوب. طرية. وهنا طعم الشوكولاته واضح بيديك افتر تيست حلو قوي. ومثلا وتبدا جميله بصراحه من افضل الحاجات. وهنرسل لكم في الاخر ايه افضل ثلاث حاجات عجبونا انا وكيرو عشان تبقوا عارفين. هنخش باللي بعد كده. ودلوقتي معانا بقلاوه على راي الاستاذ كيرو. لا خل بلاش نقول صدفه كاجو سعرها 228 جنيه عشان جو بينسى. يا ابني انت دخلت قطعتين وتقول جو بينسى. دوق يلا. يلا بينا ندوق. هما الكاجو بتاعهم ملوش طعم صح؟ تاني حاجه ندوق فيها كاجو ما بنحسش بطعم الكاجو. للمره الثانيه في حاجه كتيره قوي محشيه جوه بس هي مش كاجو ولا ليها طعم. هي مكسرات بس مش كاجو. مش كاجو مش كاجو والله. فعلا لانه لو كان كاجو ما كانش ينفع يبقى مليان قوي كده. لان الفستق بثلاث فستقات في الكنافه و 350 جنيه بالظبط. هو تلاقيه بقى سوداني داخل كده ايه مع يعني مثلا كل كيلو سوداني مع 100 جرام كاجو ولا حاجه وايه عدي. والله اعلم بس طعم الكاجو لا انا حسيت بيه ولا كيلو حس بيه. ادوق انا الكنافه الصباع دي بسرعه. دي سعرها 238 جنيه للكيلو عشان جو مش عايز يدوقها. مش هدوقها يعني. انا شايف منظرها عامل ازاي. قول رايك بقى انت معايا. طب دوق نو عم كنت غير رايك. حرام عليك يا عم. حرام عليك. غير رايك. غير رايك. طعم الفرن فيها حلو قوي. ناشفه ناشفه في ناشفه في ناشفه. لا لا ممتازه بالنسبه. حرام عليك. حرام عليك. انا ما كنتش عايز اكلها يا ريزل. طيب ودلوقتي ندوق بسبوسه بالنسكافيه او القهوه سعرها 238 تقريبا. يلا بينا نتذوقها. ودي المفروض انها تعجب لان انا بعشق القهوه والنسكافيه. بنعشق شفت خطفه القهوه دي ممتازه يا جماعه. طعم القهوه من الاول كده جدا 10/10 طبعا. 10/10 طبعا. انت فين من بدري؟ ده احنا عمالين ناخد على نتربع على عرش الحاجات اللي جبناها النهارده. لا انا في حاجه عندي هتيجي قبلها اللي عجبتني قوي. هنهدى كده ونشرب شويه ميه ونقول لكم ايه اللي عجبنا في كل اللي فات ده ونختم بالاختراع الرمضاني اللي بقاله حوالي 10 سنين ومتربع على عرش الحلويات. هنختم بيه ونجي لكم على طول. بالنسبه لرقم واحد عندي في الطبق وهم غالبا فعلا ثلاثه بس اللي عجبوني انا قوي. رقم واحد رموش الست جابتني الارض بصراحه. فعلا رموشها جابتني الارض. تاني حاجه طبعا البسبوسه اللي بالقهوه مزاج. هروح اجيبها بعد كده بجد حرفيا. تالت حاجه هي اللي كانت بقلاوه اسمها ايه سينيورا سبيشال. سينيورا سبيشال اللي هي البقلاوه اللي كان شكلها حلو كده عامله زي الشنطه كده متحفزه عليها فوزدو. دي تالت حاجه معايا النهارده. واكتر ثلاث حاجات عجبوني قلت لكم عليهم. قول لنا الثلاثه بتوعك عم كير. طيب انا نفس الثلاثه بس الترتيب يختلف. يعني انا البسبوسه بالقهوه دي بالنسبه لي رقم واحد. تمام. السنيوره سبيشال بالنسبه لي رقم اثنين برضو كانت ممتازه جدا. رقم ثلاثه كانت رموش الست. في حاجات تانية كانت لطيفه بس دي يعني حاجات مميزه. الثلاثه بالظبط. احنا متفقين في الثلاثه بالظبط. متفقين في الثلاثه بالظبط. قول لنا بقى اخر حاجه معانا والتي هي متربعه على عرش الحلويات من سنين. دي زي ما احنا متعودين كنافه بالبنج يا جماعه ودي لا غنى عنها في اي رمضان. ربنا ما يقطعها عننا. وسعرها ان بوكس عند كيرو. ودي سعرها يا صبر اللي قاتل بس انت بالك ساعه. دي سعرها 35 جنيه. يلا بينا نتذوق. تفضل يا عم كيرو. اتفضل يا جو. لا يا باشا والله. اتفضل يا جو. لا يا باشا انت تقول يا جو. اتفضل. يلا خلص. هي مليانه مانجا بطريقه فظيعه. يعني تحس انهم بيسرقوا المانجا من غير ما بلاش. هتبوس خالص مني يا باشا. خدها على الطبق عندك. ما انت لو نصح كنت عملت كده ورحت عامل كده واطلع على طول. المانجا فريش مش خزين. المانجا دي وطعمها جميل جدا جدا جدا. ايه المانجا وايه اللي بيطير على الترابيزه ده؟ ايه المانجا دي بجد؟ المانجا كريمه. المانجا تحفه. الكريمه تحفه. حلوه المانجا كريمه. والكريمه كريمه والكريمه تحفه.
والكنافه انا لا انا انا من الحلاوه والله جميله. لا لا سيبوني اخد معلقتين تاني. الكنافه بالمانجا دي شعر يا جماعه. الكنافه طعمها جميل جدا مظبوط. الشربات بتاعها متسقي مظبوط. الكريمه برضو تحفه ومظبوطه. والمانجا فريش وطعمها جميل جدا جدا. انا هديها 10 على 10 طبعا. مليون على 10. المانجا هنا مانجا عارفين مانجا مانجا كانوا خازنينها تقريبا. الكريمه زي ما قلت لكم تحفه. الكنافه تحفه. نسبه العسل هنا ما اكتر حاجه مظبوط فيها نسبه العسل في هذا الشيء بصراحه. برافو جدا. وختاميه مسك الحمد لله. بعد اذنكم 20,000 لايك يا جماعه 20,000 لايك وشيروا الفيديو في كل مكان لو سمحت علشان نعمل اللي قلنا لكم عليه. ننزل بعد رمضان 4 فيديوهات في الاسبوع ولو ربنا كرم وبجد الفيديوهات جابت نتيجه وعملتوا لايكات كتيره فيها هننزل لكم 7 فيديوهات في الاسبوع. شكرا. بس ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم. وكان معكم جوكر بوي وكيرو. سلام.